بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ولازلنا معكم وبرنامجكم تسهيل الفقه. ووصلنا في الحلقات الماضية تحديدا عند ما يتعلق في أحكام القضاء، وذكرنا أهمية هذه الوظيفة العظيمة التي من احتسب الأجر فيها ورغب في نفع الناس ورفع الظلم عنهم وأراد أن يؤلف بينهم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وعد هذا القاضي الذي تولى هذه الوظيفة وهذه المهنة الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والواجب بلا شك على هذا القاضي أن يتأدب ببعض الآداب المهمة جدا وهو يمارس هذه الوظيفة. لماذا؟ لأن سلطة القضاء اليوم ووجود الإنسان في سدة القضاء، إذا ما كان يحجزه الورع ويمنع الخوف من الله سبحانه وتعالى ويعصمه التقوى، لا شك أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، يستطيع أن يأخذ حق إنسان يعطيه آخر، يظلم، يبغي، يطغي، وغيرها من صور المظالم الكثيرة التي ممكن أن ينفذها هذا الإنسان إذا ما كان يخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد على القاضي أن يجعل نصب عينه الخوف من الله قبل كل شيء، ولا اليوم يكون فقط يؤدي وظيفة معينة يتلقى عليها راتب في آخر الشهر. القضية مختلفة تماما، ليست هذه وظيفة دنيوية أو وظيفة بس المراد منها وجاهة أو المراد منها فقط أن الإنسان يكون له مقدر بين الناس، هذه كلها لا تفيد صاحبها، بل لابد أن يكون الإنسان ملما بصيرا بآداب التي يجب أن يتحلى فيها القاضي قبل أن يتولى هذه الوظيفة العظيمة. أول هذه الآداب وهو بلا شك أن يكون هذا القاضي قويا ذا هيبة، لكن يتوسط بين اليوم لا يكون أقصى اليمين جهة المتكبرين بحجة أنه قوي لازم يتكبر على الناس ويترفع عنهم وينظر إلى الناس بعين الاحتقار والإذلال بما معه من مسؤولية، وفي مقابل ذلك لا يكون أيضا لين، اللين الذي يجعل الظالم يطمع في لينة. فلذلك قالوا يكون حليما لينا في مع حلم مع قوة، يجمع بين اللين والقوة، يجمع بين الحلم والشدة، لأن مثل هذه الصفات لا بد أن يتحلى بها القاضي حتى يكون ذلك القاضي مؤديا لهذه الوظيفة على الوجه المطلوب. قالوا حتى لا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله. أيضا أن يكون القاضي أيضا من الصفات والآداب أن يكون حليما، والحلم يجب أن يكون مصحوب بالتأني. أحيانا بعض الخصوم الذين يأتون أمام القاضي قد يكون عندهم شيء من الغلظة، شيء من القسوة، شيء من الشدة، قد يكون بعضهم عنده شيء من سوء الأدب، ما يحسن كيف يتكلم ولا كيف يعبر، فربما يخطئ، ربما يتكلم بكلمة قاسية، ربما أحيانا يستوقف القاضي. فأحيانا إذا كان القاضي غير حليم وغير متأني ربما يبادر إلى مقابلة هذه الشدة بشدة، وربما يقابل هذا العنف بعنف، فيحصل صدام، وحينئذ حتى لو صدر حكم القاضي قد يكون هذا الذي حكم عليه أو هذا الخصم ربما يكون عنده عدم ثقة بأن هذا القاضي فعلا أصدر حكمه نتيجة تأني وحلم ولين وغير ذلك. فإذا لابد أن يكون حليما، يكون متأنيا، ويحاول أن يضبط انفعالاته سيما إذا سمع ما يغضبه من كلام الخصوم الذين يأتون أمامه. هناك آداب أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل، وكان الحديث تحديدا حول ما يتعلق في آداب القاضي. ومن هذه الآداب المهمة وهو وجود الفطنة واليقظة عند من تولى مهنة القضاء.
لذلك كثير من الأحكام التي صدرت عن القضاء النجباء الأذكياء تجد أنها سبحان الله هذه الأحكام صدرت نتيجة فطنة، نتيجة يقظة، نتيجة اليوم ذكاء، نتيجة اليوم استعمال القرائن اليوم. هذا الأمر قد يؤتاه ذلك القاضي إما بطريق الاكتساب عبر الأحكام المتتابعة والمتوالية والمتكررة، وإما أن تكون موهبة من الله عز وجل. وهذا ربما أدل دليل عليه قصة سليمان وداود مع المرأتين. فجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأتين كانتا مع ابنيهما، فخرج فجاء الذئب فعدى على ابن المرأة الكبيرة فأكله، فادعت المرأة الكبيرة أن ولد الصغيرة هو لها، هي الآن يعني يأست من ولدها فأرادت أن تأخذ ابن الأخرى، فاختصموا إلى داود. فكانت الكبيرة صاحبة بيان، صاحبة حجة، صاحبة قوة وتعبير حسن بيان، والصغيرة كانت ما تحسن الكلام مثل هذه الكبيرة. فداود حكم بما يرى من ظاهر الأمر فقضى بهذا الولد لهذه الكبيرة مع أنه ليس ولدها. لذلك ولما خرجوا من عند داود وإذا سليمان أراد أن يدخل على داود فسألهما عن قصتهما وبماذا حكم لهما داود، وكان يريد أن يستفيد من حكم داود كونه أبوه، فقال له قال له ما حصل بينهما وكيف أن داود حكم للكبيرة ولم يحكم للصغيرة. فقال سليمان عليه السلام هاتوا سكين نشق الولد شقين ونعطي كل واحدة منكم نصف. فقالت الصغيرة نشدتك الله لا تفعل، فهو ولدها. فقضى لها سليمان. لماذا؟ لأن عرف هذه العاطفة، عاطفة الأمومة لما تحركت هنا نتيجة أنها أم حقيقية، ولذلك أرادت أن تبقي ولدها حتى لو كان ليس في حضنها، لكنه يبقى حيا خير من أن يشق شقين كما أراد أن يفعل سليمان. فعلم سليمان أن هذه هي عاطفة الأم الحقيقية فقضى لها. وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل، وهو أن اليوم قوة حجة الخصم، قوة بيانه، حسن تعبيره، أسلوبه الجميل، حسن منطقه، هذا لا يعني أنه دائما على الحق أبدا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قال إنه يأتيني الخصمين فأقضي لهما ولعل أحدهما يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي له، فإنما هي قطعة من نار ليأخذها أو ليذرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا أنا بشر، أحيانا أحكم بالظاهر وقد يكون هذا الظاهر ليس هو الواقع وليس هو الحقيقة، وإنما نتيجة والله أن هذا الإنسان يعرف يتكلم والطرف الآخر المسكين الذي لا يحسن أن يتكلم يؤخذ منه حقه ويعطى للآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحكم لهذا الإنسان، لكن ها هي قطعة من نار ليأخذها أو ليذعها. يعني يوم القيامة الله عز وجل من أكل مال غيره بحجة قوة حجته وحسن بيانه وعبارته قد يسلم في الدنيا، لكن هذا لا يعني أنه يسلم في الآخرة، لا يعني أنه هو صاحب الحق، لا يعني أنه هو المظلوم وغيره الظالم، لا. لذلك هذا يجعل أيضا أو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا هنا قضية مهمة جدا، وهي دائما استحضار جانب الخوف من الله عز وجل عند التقاضي وعند التداعي وعند الخصومة وعند الجلوس في مجلس القضاء، وإلا فإنه بغير التقوى تضيع الحقوق وتحصل المظالم ويأكل الإنسان حق غيره ويحصل أشياء كثيرة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العادلين وأن يجنبنا سبيل الظالمين، ولنا إن شاء الله تعالى أيضا وقفة مع شيء من آداب القاضي والقضاة في حلقة أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.